سؤال بقى، اصحاب الامراض المزمنه نعمل ايه بقى معاهم؟ جرعاتهم ايه ولا دنيتهم ايه؟ اصحاب الامراض المزمنه طبعا قلب مالتي فيت امن، منتج غذائي هو فيه فيتامينز فقط، داعم جدا، ما فيش اي مشكله ولا يتعرض مع اي دواء، ويقدر كمان يسال الطبيب المختص، ما فيش مشكله خالص. واكيد مريض السكر كمان بالذات بيحتاج طول الوقت فيتامين بي، وقلب مالتي فيت بيدعم جدا فيتامين بي العيله كاملة، فما عنديش مشكلة مريض سكر، مريض ضغط، مريض أورام، وات ايفر، نقدر نسأل الطبيب، هو آمن جدا. يمكن عندي كونسرن بسيط قوي، أصحاب أمراض الكلى وات ايفر، فشل كلوي أو كده، وأصحاب أمراض الكبد، أي حاجة بياخدوها بيسألوا الطبيب، يعني حتى الأكل اللي بياخدوه بيسألوا الطبيب، لكن لازم. كل الناس هو آمن، دي ظروف مختلفة تماما، دي ظروف خاصة بقى بالظبط. طب هسأل حاجة، الرياضيين بقى اللي هم بيمارسوا رياضات وكده، هل بيبنوا بقى عضلات وحركات ومسلز وبتاع، هل دول محتاجين يعني يقدروا ياخدوا منه وهيبقى في معاه مكملات تانية؟ أكيد اللي هيبني عضلات ياكل لحمة وياخد بروتينات وبيض كتير ولحمة كتير، لكن محتاج قلب مالتي فيت ده محتاجه جدا، لان الرياضيين محتاجين فيتامين سي، هم محتاجين هم طول الوقت يقووا مناعتهم، المناعه قويه، نشاط قوي، بيروحوا مثلا الجيم، ما اناش عارفني الانسترومنت اللي انا ماسكاها معقمه ولا لا، فلازم مناعتي تبقى عاليه من اي بكتيريال انفكشن. محتاج الكالسيوم جدا عشان تكوين خلايا العظم، الرياضيين محتاجين الزنك عشان ارتخاء العضله وعشان المناعه، محتاجين جدا فيتامين بي بكل انواعه، كتير بياخدوه بكثره، عشان الفيتامين بي بيعلي الايد زي ما انا قلت، وبيعلي التمثيل الغذائي، ومهم لصحه اعصابهم. فهو طبعا الف مالتي فيت هيبقى داعم ليهم جدا، وما ينسوش شكله لحمه كتير، مش كتير قوي عشان ما يقولوش كتير قوي ويجي لنا نقرص، لا يعني بالمعتدل، لا نقرص يا نهار ابيض، الدكتوره دي هتقول لك كل لحمه كتير، ونلاقي اليوريك اسيد عالي، بس هم عارفين نسبهم من البروتين قد ايه، بس يعني عشان بيبقى فيه فيجيتيريان طبعا، بيبقى فيه نباتيين، ما بياخدوش اللحوم ولا الجاد ولا كده، فبناخد بروتين بالقدر المعقول، بس ما نعليش قوي عشان ما يحصلناش اليوريك اسيد يبقى عالي. طب هسال بقى حاجه، ساعات كده الواحد يتعور صح؟ وبعدين ساعات بنكون كنا زمان نقول ايه لما الواحد يبقى كويس، انا مش عارفه برضو فكره كويس ووحش دي بتيجي منين، بس ايه، فالاقي الجرح التئم على طول في خلال يومين ثلاثه، وفي ناس جروحها ما بتلتئمش بسهوله، بتاخد فترات، ده ليه علاقه بنقص فيتامينز وكده؟ ممكن يبقى ليه علاقه بنقص فيتامين سي في حاله ما عندوش امراض مزمنه، انت عندك مرض السكر بيعمل سيوله عاليه، سيوله انا عارفه ده، لا بعيدا عن الامراض، اصحاب الامراض المزمنه ممكن يبقى عنده السيوله بتاعته ممكن تكون عاليه شويه، برضو بيستشير الطبيب، أوكي. يعني برضو دي ليس اختصاصي، لكن ممكن يكون نقص فيتامين سي من احد الاسباب، لكن مش هو السبب الرئيسي.